لقي أبو حرب الشامي قائد ما تسمى بكتائب الصماد مصرعه مع عدد من عناصره، فيما جرح آخرون في المعارك الدائرة في منطقة العبدية الواقعة جنوب غربي محافظة مارب. وشهدت مديريتي العبدية ومهلية بمحافظة مارب والحدوديتان مع مديرية ردمان بالبيضاء تصعيدا عسكريا للميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الماضية، مصحوبة بانتهاكات إنسانية جسيمة. وفجرت الميليشيات أبراج الاتصالات في تلك المناطق بعد أن كانت قد قطعت خدمتي الاتصال والإنترنت عن معظم مناطقها، وأدخلت سكانها في عزلة تامة عن العالم لمنع نقل الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق المدنيين في مديرية ردمان.